السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم بلديات، والذي نستعرض فيه أهم نشاطات المجالس البلدية وآخر الأخبار حول المجالس البلدية المنتخبة، حديثا إلى جانب الدور الهام الذي تقوم به اللجنة العليا لانتخابات المجالس البلدية في دعم العملية الانتخابية. البداية من العاصمة طرابلس، حيث تواصل شركة الخدمات العامة ببلدية طرابلس الاثنين يوم 28 من ديسمبر أعمال صيانة أعمدة الإنارة بطريق الشط، وتتضمن أعمال الصيانة تركيب كشافات إنارة جديدة بعد استبدال الكشافات القديمة التي تعاني من وجود ترسبات وصدأ بحسب الشركة. يشار إلى أن أعمال صيانة أعمدة الإنارة كانت بالتعاون مع فرق الصيانة بالشركة العامة للكهرباء. افتتح يوم السبت في 26 من ديسمبر قسم خاص بالعلاج الطبيعي للأطفال بالعيادة المجمعة بطريق المطار ببلدية أبو سليم، وأقيمت على هامش الافتتاح ورشة عمل حول العلاج الطبيعي، حضرها وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والمشروعات ومدير إدارة الشؤون الطبية ومدير إدارة الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي. يشار إلى أن القسم الجديد يعد تكملة لقسم العلاج الطبيعي الموجود مسبقا بالعيادة. بدأت السبت يوم السادس والعشرين من ديسمبر ببلدية أبو سليم أعمال المرحلة النهائية لتعميد المدخل الشرقي لمحلة باب طرابلس، حيث تدخل هذه الأعمال ضمن المشاريع التي يقوم بها بلدي أبو سليم لمعالجة الطرق والهبوطات بعدة محال بالبلدية. يشار إلى أن أعمال التعبيد متواصلة، حيث تستهدف عددا من الطرق بمحال مختلفة داخل النطاق الإداري لبلدية أبو سليم. صيانة وتجديد لشبكة الإنارة العامة في الشوارع الرئيسية بالبلدية. هذا وتشرف الشركة العامة للكهرباء على الحملة التي تستهدف محلة باب بن غشير العثمانية وقصور الضيافة بطريق المطار إلى جانب الطريق الرئيسي بصلاح الدين. يذكر أن الحملة تشمل إزالة الكوابل المعطوبة وتركيب أعمدة ورؤوس إنارة جديدة. من بلدية أبو سليم إلى بلدية السراج، حيث قامت الشركة العامة للكهرباء يوم الجمعة في 26 من ديسمبر بصيانة محطة القروي ببلدية السراج، واستهدفت أعمال الصيانة محطة القروي التي شملت تركيب صندوق توزيع وتركيب كوابل بحجم 95 مليمترا وتركيب وصلة بحجم 240 مليمترا حسب الشركة. وتأتي هذه الأعمال في إطار تحسين شبكة التوزيع ببلدية السراج وتوزيع الأحمال بشكل صحيح بحسب وصف الشركة. أعلنت الشركة العامة للكهرباء يوم الأحد في 27 من ديسمبر سرقة أسلاك الضغط العالي بمنطقة المزاريق ببلدية قصر بن غشير،
وبينت الشركة أن السرقة تسببت في فقد التغذية عن خط أمان من 30 السجادة التابع لدائرة توزيع بلدية قصر بن غشير، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن جزء كبير من منطقة المزاريك. أكدت العامة للكهرباء أن فرق الصيانة ستباشر عملها لإجراء أعمال الصيانة اللازمة بعد حصر الأضرار حسب قولها. أطلقت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية يوم السبت في 26 من ديسمبر مشروع مهنية المراقب. يأتي هذا المشروع من أجل تحفيز وتشجيع المنظمات المهتمة بمراقبة العمليات الانتخابية لبناء كادر رقابي ذي فعالية وكفاءة، بالإضافة للرفع من جاهزيته واستعداده لإجراء عملية انتخابية وفق معايير النزاهة والشفافية المهنية. جاء هذا المشروع بالتعاون مع منظمة العدسة بهدف إنشاء تحالفات بين المنظمات لتكوين شبكة في العمل الرقابي الانتخابي. أطلع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية سالم بن تاهية على آخر تجهيزات اللجان الفرعية بشأن الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية المجلس البلدي تاجوراء وسوق الجمعة. كما حضر بن تاهية دورة تدريب موظفي مراكز الاقتراع التي انطلقت في 22 من ديسمبر والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وهذا واستهدفت 300 موظف بحسب اللجنة المركزية للانتخابات البلدية. الجدير بالذكر أن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية كانت قد أعلنت القوائم النهائية للمرشحين لانتخاب المجلس البلدي تاجوراء وبلدي سوق الجمعة. وينضم إلينا في استوديو بلديات الأستاذ الصادق الحراري عضو اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية. سيد الصادق مرحبا بك. مرحبتين بك ومرحبا بالأخوة المشاهدين. بداية يعني أستاذ الصادق، لو تحدثنا أكثر عن سير العملية الانتخابية في المجالس التي انتخبت خلال المدة الماضية. طبعا كما نعرف احنا اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية انطلقت من صدور القرار رقم 18 لسنة 2019 من المجلس الرئاسي بتحديد النظام الانتخابي لانتخابات المجالس البلدية. استمرت اللجنة المركزية في عملها، وحاليا الحمد لله بعد انتخاب بلدية الرجبان وبلدية الزاوية الغرب استكملنا ل 31 مجلس بلدي على مستوى البلديات اللي في الدورة الثانية. نعم، ماذا عن الخطة بشكل عام؟ الخطة إن شاء الله احنا كلجنة مركزية مستهدفين بإذن الله في المدة القادمة 10 مجالس بلدية جاهزة حاليا لبدء الاقتراع فيها واستقبال ملفات المرشحين. طبعا احنا عندنا مجموعة 6 بلديات اللي هي أعلننا عليها واستقبلنا ملفات المرشحين وأعلناها للطعون، وحاليا أصدرنا القوائم النهائية وحددنا موعد الاقتراع وبداية الحملة الإعلامية اللي هي حي الأندلس وصواني بن آدم وتاجورة وزليطن وقصر خيار وصبرات. نعم، من خلال إشرافكم على الانتخابات الماضية في عدة بلديات من ليبيا، هل واجهتكم أي مشاكل من خلال إشرافكم على الانتخابات في هذه البلديات؟ والله احنا بالنسبة لنا نشتغل في وضع انت كيف ما تعرف في ليبيا فيها أوضاع مختلفة، ولكن الحمد لله احنا استطعنا أن نقضي على بعض هذه المشاكل ونجحنا في انتخابات المجالس البلدية ومستمرين بإذن الله في حل كافة المشاكل، وحننجح بإذن الله في استكمال باقي البلديات في انتخابات المجالس البلدية في دورته الثانية. نعم، ما هي البلديات المستهدفة في بداية السنة القادمة؟ اللي هي بداية السنة القادمة احنا أعلننا على بلدية حي الأندلس والصواني وزليطن، إن شاء الله حتكون انتخاباتهم يوم 6/1/2021، وبالنسبة لبلدية تاجورة صبراتة حيكون يوم 14/1 لسنة 2021. ماذا عن بلدية غريان؟ بلدية غريان إن شاء الله حتكون من ضمن الخطة 2021 بداية سنة الربع الأول من سنة 2021.
نعم ستكون يعني في الربع الأول انتخابات بلدية. بإذن الله احنا عندنا خطة إن شاء الله في انتخابات المجالس البلدية حتى بداية السنة النص الأول من سنة 2021، منهم بلدية غريان وبلدية اللي مستحتة منها بلدية العواتة طبعا، لا بلدية العربان. نعم. الراجل طبعا في تحديد الحدود الجغرافية لبلدية العربان وبلدية غريان، باش تنطلق إن شاء الله الانتخابات في البلديتين في حالة قامت وزارة الحكم المحلي والمجلس الرئاسي بتحديد الحدود الإدارية لبلديتين. لماذا لم يتم تحديد الحدود الجغرافية إلى الآن؟ الجميع يعلم بأن ولاية البلدية في غريان قد انتهت منذ فترة زمنية. هو احنا عندنا مجموعة من البلديات المستحت حديثا اللي هي انشقت من بلديات سابقة زي بلدية العامرية، بلدية العواتة، بلدية زاوية الغرب طبعا من قبل بلدية. نعم. فالبلديات هذه طبعا من حيث اصدرها قرار باستحداث البلدية لم تحدد الحدود الجغرافية لها، فحاليا راجعوا في المجلس الرئاسي وزارة الحكم المحلي لتحديد الحدود الإدارية لهذه البلديات باش ننطلق. احنا جاهزين كلجنة مركزية لإجراء العملية الانتخابية في كافة البلديات. نعم سيد صادق، يعني ماذا عن البلديات التي انضمت تحت الحكومة الموازية؟ بالنسبة لي احنا البلديات اللي على مستوى ليبيا بالكامل نشرف على انتخابات العملية الانتخابية متاعها، وحنا حاليا عندنا لجان فرعية في على كافة البلديات على مستوى ليبيا. وبالنسبة للبلديات اللي وقفت فيها العملية الانتخابية هي من وضع الأمني داخل البلدية فقط، وفي بعض البلديات كان فيها الوضع الأمني غير جيد لإجراء العملية الانتخابية. عالجنا الوضع الأمني مع وزارة الداخلية مع مكتب تأمين الانتخابات واستكملنا العملية الانتخابية بها. نعم بلديات طرابلس المركز تم تأجيل موعد الانتخابات، لماذا هذا التأجيل أستاذ الصادق؟ بالنسبة لطرابلس المركز لم يحدد يوم الانتخابات، لم يحدد موعد الاقتراع. بالنسبة لطرابلس المركز أعلنت القوائم المبدئية، حاليا فيه طعون داخل المحكمة الجزئية ببلدية طرابلس. نعم. وبعد ما تنظر المحكمة في هذه الطعون سنحدد موعد للاقتراع وحتنطلق بإذن الله. نعم شكرا لك أستاذ الصادق الحراري عضو اللجنة المركزية للانتخابات البلدية، كنت ضيفي اليوم في استوديو بلديات، شكرا جزيلا لك. برنامج بلديات متواصل ونشاهد فيه بعد الفاصل. بلدي مصراتة يبحث مع وزير المواصلات الإجراءات المتعلقة بتطوير المطار الدولي. الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه هو أننا بعد يمكن عام ولا عامين من الثورة رجعنا لحكم نظام القذافي. القذافي بعد ما استولى على السلطة في العام الثاني ألغى جميع القوانين، وصارت يعني الأحكام كلها يجري في البلد كله بناء على قراراته ومزاجه. إذا أصبح البلاء الذي أصاب لمدة 40 سنة سببه هو عدم احترام القانون، هذا هو الذي نعيش فيه الآن منذ 8 سنوات. وقد بدأ واضحا التعدي على القانون منذ أن يعني صدر حكم المحكمة العليا بإلغاء البرلمان. إذا ما احترمناش القوانين والتزمنا بها فلا يمكن أن تقوم لنا الدولة. يفني بعضنا بعضا ونبقى هكذا في الهرج والمرج. احترام القانون هو الأساس، القانون الذي لا يخالف شرع الله هو الذي ينظم حياة الناس، ويجب
على كل أحد أن يقف عنده، كلهم ومعظمهم يتصرف بقرارات إذا أنت حلتها إلى القانون والمحاكم يبطلها على طول. هذه كلها معاصي لابد أن نعرف أن لها عقوبة من الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، سواء كان في الشرق ولا في الغرب ولا في الجنوب. تجاوز القوانين والاعتداء عليها والإعراض عنها ضربها عرض الحائط. ونحن نريد أن نقيم دولة القانون، يعني امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير المنكر. مجدداً أهلاً بكم، والآن ننتقل إلى بلدية مصراتة والتي ناقش عميدها يوم الأحد في 27 من ديسمبر مع رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة إمكانية إنشاء مركب رياضي بالبلدية. وتضمن الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان الهيئة بطرابلس دعم الأندية الرياضية ببلدية مصراتة وإنشاء مركب رياضي يحتوي على عدة ملاعب مفتوحة للألعاب الجماعية والفردية. كما وجه عميد بلدية مصراتة دعوة رسمية لرئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق لزيارة البلدية في منتصف شهر يناير المقبل للبدء في اتخاذ الخطوات الفعلية لتنفيذ المشاريع الرياضية بالبلدية. كما بحث المجلس البلدي مصراتة الأحد يوم 27 من ديسمبر مع المفوض بوزارة المواصلات بحكومة الوفاق الإجراءات المتعلقة بتطوير مطار مصراتة الدولي. ونوقش في اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس نقاط عدة، منها إعداد مخطط عام للمطار وإنشاء محطة ركاب متكاملة، إلى جانب تخصيص جزء من القيمة المالية اللازمة لتنفيذ المشروع من بند الطوارئ. هذا وقد شارك باللقاء رئيس مصلحة المطارات ورئيس مصلحة الطيران المدني ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ومدير عام مطار مصراتة الدولي. تتواصل ببلدية مصراتة يوم الخميس في 24 من ديسمبر أعمال تنفيذ مشروع طريق الرابط أو الطريق الرابط بين المعهد القومي للأورام والطريق أو طريق المطار بالبلدية. وتعمل شركة الطرق على تنفيذ المشروع بإشراف من جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتنسيق مع المجلس البلدي مصراتة. تقوم شركة الطرق اليوم بغصف طريق الرابط بين سوق العرب مستشفى الأورام المرحلة الثانية، وهي المشروع مقسوم على مرحلتين، المرحلة الأولى كيلومتر وهي تم تنفيذها سابقا واليوم تنتهي في المرحلة الثانية وهي بطول 1.5 كيلو. هذا المشروع يعني عقد رقم 6/2015، جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات هو اللي يشرف عليه وأحد الأجهزة التابعة لوزارة المواصلات. طول الطريق اليوم 1.5 كيلو بعرض 6 أمتار. تقوم الشركة به من صباح هذا اليوم بالأعمال النهائية لربط هذا الطريق بطريق الكلية الجوية. تقوم شركة الطرق اليوم بغصف طريق الرابط بين سوق العرب مستشفى الأورام المرحلة الثانية، وهي المشروع مقسوم على مرحلتين، المرحلة الأولى كيلومتر وهي تم تنفيذها سابقا واليوم تنتهي في المرحلة الثانية وهي بطول 1.5 كيلو. هذا المشروع يعني عقد رقم 6/2015، جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات هو اللي يشرف عليه وأحد الأجهزة التابعة لوزارة المواصلات. طول الطريق اليوم 1.5 كيلو بعرض 6 أمتار. تقوم الشركة به من صباح هذا اليوم بالأعمال النهائية لربط هذا الطريق بطريق الكلية الجوية. نبقى في بلدية مصراتة، حيث نظمت في بلدية مصراتة يوم الأحد
السابع والعشرين من ديسمبر جلسة حوارية حول دور الإعلام في تعزيز المشاركة الانتخابية، وتضمنت الجلسة جملة من المحاور حول أهمية الإعلام ودوره في دعم العملية الانتخابية والدور المشترك بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووسائل الإعلام في زيارة مستوى الوعي الانتخابي لدى المواطن. يذكر أن الجلسة الحوارية كانت برعاية المفوضية العليا للانتخابات بمشاركة عدد من الشخصيات الإعلامية وممثلي وسائل الإعلام ببلدية مصراتة. سلمت جمعية الهلال الأحمر الليبي يوم الأحد في 27 من ديسمبر شحنة من الأجهزة الطبية لوحدة غسيل الكلى الزروق ببلدية مصراتة، وتضمنت الشحنة عددا من الأسرة الطبية المتطورة وأجهزة تخطيط القلب ومستلزمات طبية أخرى، حيث تعهد مدير جمعية الهلال الأحمر بفرع مصراتة بتوفير بعض المتطلبات الأساسية وسائقي إسعاف للوحدة. يذكر أن التسليم بوحدة غسيل الكلى الزروق تم بحضور مدير جمعية الهلال الأحمر ومستشار الجمعية وعدد من المسؤولين بالمستشفى. إلى بلدية زليتن، ومع قرب تسليم المجلس البلدي لمهامه وانتهاء أعماله، قال عميد البلدية مفتاح أحمدي إنهم تعاملوا مع جميع المواطنين بحياد وحسب القوانين المعمول بها دون الانتماء لأي طرف، رغم المشاكل المالية والأمنية التي عرقلت عمل البلدية حسب قوله. نحن كنا نحاول نطلع برؤية أو بوجهة نظر تعني جميع سكان المدينة لا تعني فئة معينة، فكنا نتعامل مع الجميع بحياد، وكنا نحاول نكون ملجأ للجميع أو عون للجميع داخل المدينة. لو نجحنا هنا في عملنا هيكون سبب نجاحنا اللي هو دعم المواطنين لنا والتفافهم حول البلدية واحترامهم لقراراتها، لكن رأى التاريخ المجلس البلدي عرقل وتم مضايقته، لكن نحب نقول أني نشكر الجميع. أما في بلدية طرهونة فقد عقد بديوان البلدية يوم الاثنين 28 من ديسمبر الملتقى الثاني لعمداء البلديات تحت شعار نلتقي لدعم طرهونة، وأفاد موفد التناصح لطرهونة أن الحضور اتفقوا على تقديم مذكرة للمجلس الرئاسي تضمنت مطالب البلدية في العديد من الجوانب الخدمية والأمنية، مضيفا أنهم أكدوا دعم البلدية والأهالي في قضيتهم في الكشف عن مصير أبنائها المفقودين والمغيبين. يشار إلى أن الملتقى كان بحضور عمداء البلديات ورؤساء المجالس المحلية والتسييرية بمشاركة أعضاء ووفود عن كل أو وفود عن مجلس النواب ووزارة الحكم المحلي والهلال الأحمر. بيّن المركز الوطني لمكافحة الأمراض يوم الخميس في 25 من ديسمبر طريقة الكشف عن السفن التجارية القادمة إلى ميناء بلدية الخمس والأطقم المصاحبة لها، حيث أوضح المركز أن الكشف يكون على الأطقم خارج الميناء بحوالي 3 أميال من الرصيف المخصص لرسو السفن، وبعد التأكد من سلامتهم يتم إعطاؤهم الإفراج الصحي كما يسمح لهم بدخول الميناء حسب قول المركز. أقيم ببلدية بني وليد يوم السبت في 26 من ديسمبر جلسة حوارية بعنوان تمكين الشباب في مدينة بني وليد، وأكد عميد بلدية بني وليد على ضرورة تولي الشباب لمناصب قيادية وإعطائهم المزيد من التأهيل ومنحهم فرصة أكبر للمشاركة في صنع القرار داخل البلدية حسب وصفه.
الشيف يعني. قال مدير شركة المياه والصرف الصحي يوسف الجدك يوم الاثنين الموافق الثامن والعشرين من ديسمبر إنهم جاهزون لتركيب صمامات المياه بجهاز النهر فور وصولها للبلدية. وأكد الجدك أن فرق الصيانة بالشركة ستباشر أعمال تركيب الصمامات بمحطة التحكم شويرف فور استلامها للصمامات. يشار إلى أن الصمامات وصلت مؤخرا لميناء طرابلس البحري بعد إجراء تحسينات عليها وفق الاتفاقية المبرمة مع الشركة المصنعة بهولندا. انطلقت الخميس 24 من ديسمبر ببلدية مسلاتة أعمال رصف عدد من الطرق الرئيسية بشوارع البلدية، وبدأت أعمال رصف جزيرة الدوران بالمدخل الجنوبي للبلدية حسب الصفحة الرسمية للمجلس البلدي، حيث تأتي هذه الأعمال ضمن المشاريع المنفذة من قبل بلدية مسلاتة. أقيم ببلدية الخمس يوم السبت 26 من ديسمبر ملتقى أعمال المنتدى الوطني للمرأة والشباب 2020 بإشراف منظمة القيادات الليبية الشابة. وناقش الملتقى عدة محاور أهمها تعزيز المشاركة السياسية للشباب والمرأة وأهمية تمكينهم والدفع بالفئتين لتولي المسؤوليات والمهام القيادية. يأتي هذا الملتقى برعاية الهيئة العامة للثقافة ووزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني. ننتقل بكم إلى الشمال الغربي، حيث انتخب المجلس البلدي زلطن الأحد في 27 من ديسمبر بالديوان أصغر عميد للبلدية في ليبيا. وأكد أعضاء المجلس خلال اجتماعهم مع العميد المنتخب ضرورة التعاون مع الجميع لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مرحبين بالعملية الانتخابية التي سارت بدون عراقيل حسب قولهم. يشار إلى أن الاجتماع كان بمشاركة مجلس الأعيان والحكماء ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الأهالي بالبلدية. وينضم إلينا في الأستوديو الأستاذ عمر الصغير عميد بلدية زلطن. أستاذ عمر أرحب بك. شن حالك أستاذ؟ الله يبارك فيك. شو الأخبار؟ ماشي الأمور؟ نعم. سيد عمر، يعني لو تحدثنا عن الصعوبات والعراقيل التي واجهتكم للوصول إلى رأس الهرم في بلدية زلطن كشاب، يعني
نعتبر في نفس رمز للشباب يعني تو وفي مثابة اني خاش عليهم مسابقة يعني. بالنسبة لل طبعا احنا مجلس البلدي زلطن اللي هو الدورة الثانية المنتخبة من 2019 الدورة الثانية انتخبناها في من مدن قاعدة ما انتخبتش طبعا الدورة الثانية. نعم. احنا انتخبناها 2019 لينا ممكن سنة وثمانية شهور طبعا كان في عميد سابق اللي هو العميد السابق تو تم طلب عفاء قدم الطلب العفاء وانتخبتني. والله قدمتني مقترحات والمجلس البلدي يعني أكبر مني سنا صح ممكن كلهم لكن قدمت مقترحات وممكن هم يعني شافوا فيها شيء طيب وما نعرفش يعني فهمت إن هم كلفوني بالإمكان هذا وقالوا لي يعني إحنا نعاونوك وإذا احتجت إعانة. وطبعا نشكر أعضاء المجلس البلدي بالكامل بدون استثناء ونشكر زلطن خاصة مدينة زلطن لأن ما كانش فيه اعتراض لا من مشايخ ولا بالعكس كان الرأي كويس وكشاب يعني نعتبر هذه باذرة لمدينة زلطن كويسة وان هم يبوا يدخلوا الشباب في المناصب السيادية يعني. نعم ما هي خططكم القادمة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في بلدية زلطن؟ والله بالنسبة للخطوط القادمة هي طبعا عندنا مشاريع قيد الإنشاء من الدورة السابقة الدورة الأولى اللي هي محطة تحلية ومستشفى ولادة حنحاول نكملوهم يعني فهمت وحنقترح إحنا أشياء المشاريع يعني اللي بنقدر نقدمها حنقدمها يعني في أرض الواقع واللي ما نقدروش يعني خلاها حتى للدورة الثالثة حنقترحها إحنا يعني حنخطوا لسنة 2026 27 يعني في مجلس بلدي بالكامل يعني الاقتراحات هذه كلها قدمتها لمجلس بلدي وما فيش مشكلة حنبنوا يعني لمدينة زلطن صورة كويسة يعني إن شاء الله نكملها حتى 2030 يعني فهمت نعم الصورة هذه إن شاء الله حتى الدورة الرابعة مهم إحنا حنقدمه نعم أستاذ عمر ما هو المطلوب من الحكومة ووزارة الحكم المحلي بالتحديد لإنجاز المهام المنوطة بمجلسكم البلدي؟ بالنسبة لوزارة الحكم المحلي طبعا نشكر السيد عبد الباري شمبارو وكيل وزارة الحكم المحلي المكلف بمهام الوزير شكر لي خاص وكان متساهل يعني مع بالرغم اني خشيت شاب وكذا فهمت فيه شوية عراقيل يعني بسني وكذا لا بالعكس كان هو واقف جنب بجنب الشيء هو يعني فرح بالشيء هذا وهنانا ونطلب منهم انهم يد العون يعني البلديات ونطلب منهم يد العون ويعني تقديم يد العون لبلدية زلطن ايوه تقديم يد العون لبلدية زلطن يعني اني شاب نعتبر في نفسي ممكن حتى خبره ناقص شويه فهمت قصدي خبره اداريه مش خبره مثلا نعم من عامه الناس فهمت عامه الناس عارف الواقع عشان يستحق المواطن المتطلبات عارف هذا المواطن في زلطن اني اعرف الناس كل يعني فهمت اني اجتماعي وحتى بين الناس يعني نسمع لهذا ونسمع لهذا لا رب كلها نسمع لها فهمت نطلب من وزارة الحكم المحلي أنها توقف معنا في المحنة هذه وتساعدنا ونكون يعني ندور للشباب إذا هم يعني علوني فوق الشباب حتكون لهم فرصة وإذا أنا فشلت في المرحلة هذه الشباب بالعكس بتنقص فرصتهم يعني في البلاد نعم هل يوجد تواصل بينكم وبين وزارة الحكم المحلي؟ في تواصل طيب لعند اليوم في تواصل في تواصل والأمور كويسة يعني نعم شكرا لك أستاذ عمر الصغير عميد بلدية زلطن المنتخب حديثا شكرا جزيلا لك كنت ضيفي في استوديو بلدية تحية. إلى جبل نفوسة تحديدا ببلدية غريان أطلقت شركة الخدمات العامة والنظافة بالبلدية حملة نظافة لإزالة المخلفات والقمامة بشوارع وأحياء البلدية وقالت الشركة عبر صفحتها الرسمية إن الحملة تضمنت إزالة المخلفات والقمامة بمحلة الكواسم ومحلة تغسات وعدد من الشوارع والأحياء وسط البلدية بحسب الشركة يذكر أن شركة الخدمات العامة ببلدية غريان أطلقت حملة لتنظيف الحدائق وتقليب الأشجار وسط بلدية غريان
إلى بلدية الخمس، حيث أقيمت الخميس يوم 24 من ديسمبر بالمركز الثقافي في كباو محاضرة توعوية حول داء السكري. وتم خلال المحاضرة الكشف عن الحاضرين من المرضى، حيث وزعت عليهم أجهزة قياس السكر وحقن للأنسولين. وتأتي المحاضرة بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري برعاية وتنظيم جمعية نتير الخيرية بإشراف عدد من الأطباء المختصين. طلب رئيس المجلس التسريبي ببلدية الرجبان كل القوائم المترشحة لانتخابات المجلس البلدي بالعمل على خدمة الوطن والتعاون والتعاضد مع قائمة الأمل باعتبارها الجسم الرئيسي للبلدية حسب قوله. قدموه من مجهودات في سبيل إنجاح العملية الانتخابية ببلدية الرجبان. وأيضا لا يفوتني شكر مركز شرطة الرجبان والشؤون الأمنية ومديرية أمن جادو على مجهوداتهم لحماية مراكز الاقتراع والناخب لإنجاح العملية الانتخابية بمدينة الرجبان. كذلك الشكر لكل أعضاء المجلس التسييري وموظفين ديوان البلدية والقطاعات والمكاتب والهيئات والشركات في بلدية الرجبان على دعمهم للعملية الانتخابية وانجاحها. وبالطبع الشكر كل الشكر للقوائم الأربعة على ما بذلوه من جهود لإيضاح أهدافهم للناخب والمنافسة الشريفة وروح الأخوة وحبهم لوطنهم ومدينتهم من أجل البناء والتطوير. كلمتي إلى جميع القوائم هي العمل على خدمة وطنكم والتعاون والتعاضد ومد اليد إلى قائمة الأمل باعتبارها الآن هي الجسم الرئيسي للبلدية في سبيل تحقيق الرخاء وأعمار مدينتكم يد بيد لصنع مستقبل مشرق لأهالي مدينتنا. أملي من جميع أعيان وشباب ومثقفين الرجبان الالتفاف مع بعضهم البعض لإنجاح وأعمار وتطوير مدينة الرجبان كلهم في مجاله. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت لجنة المياه ببلدية كاباو عن البدء في توريد مياه الشرب بسعر 25 دينارا. وبينت البلدية عبر صفحتها الرسمية أنها وضعت خطة عمل من أجل توفير مياه الشرب للقاطنين داخل النطاق الإداري لبلدية كاباو. وأوضحت أن الخطوة جاءت من أجل رفع أعباء غلاء الأسعار عن المواطن بحسب قولها. يشار إلى أن مكتب المياه ببلدية كاباو قام بأعمال الصيانة والتركيب بالتعاون مع اللجنة المسؤولة على ملف المياه. انطلق الخميس في 24 من ديسمبر ببلدية القلعة مشروع التنوير العمومي في عدد من شوارع البلدية. الصفحة الرسمية للمجلس البلدي القلعة أكدت بداية أعمال تركيب الإنارة في حي الزهور وحي الواحة بحسب الصفحة، مؤكدة استمرار الأعمال لتشمل عددا من أحياء البلدية. وفي آخر أخبار بلديات، اختتمت يوم الخميس 24 من ديسمبر بطرابلس ورشة العمل التدريبية لفنيي المختبرات حول التأكيد المعملي لفيروس كورونا. واستهدفت الورشة عددا من المتدربين لبلدية غريان ونالوت ويفرن وكابا وغدامس، حيث تخللها شروح توضيحية من بداية استلام العينات ومراحل الكشف والترقيم حتى ظهور النتائج النهائية للعينات. يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض كان قد أشرف على الورشة بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية. نهاية أخبار بلديات، شكرا لكم أعزائي المشاهدين لطيب وكرم المتابعة. حتى الملتقى في وقت آخر، إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.